أهلا بكم. فصل النظام أكثر من 144 عاملا مؤقتا في القصر العدلي بحلب تعسفيا من دون الأخذ بعين الاعتبار حقوقهم في التعويض والمكافأة عن سنوات العمل الطويلة. وقال أحد الموظفين المفصولين لصحيفة تشرين الموالية والذي كان يعمل كاتب الشرعية الأولى في عدلية حلب إنه كان موعودا بمكافأة من قبل لجنة التفتيش القضائي قبل مدة قصيرة بسبب تفانيه في العمل، ليفاجأ بعدها بإنهاء التعاقد معه. هذا وتمتد سنوات عمل بعض الموظفين المؤقتين إلى نحو ربع قرن أمضوها في العمل بمؤسسات النظام بموجب عقود سنوية مؤقتة، والعديد منهم بات في عداد العاطلين عن العمل بعد تجاوزهم سن 50. قال مدير دعم صندوق الطاقات المتجددة في وزارة الكهرباء بحكومة النظام زهير مخلوف إن الوزارة لم تمنح أي موافقة على إدراج الأمبيرات في العاصمة دمشق وبعض المحافظات، مبررا ظهورها دون موافقة الوزارة بالحاجة إلى الكهرباء. هذا وقال مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء هيثم الميلع إن الوزارة لا تعطي موافقة على تركيب أو تسعير الأمبيرات وتمنع استخدامها لشبكاتها وموضحا أن كمية الكهرباء مولدة ثابتة تعتمد على حوامل الطاقة التي تصل إلى المحطات، نافيا ما يتم تداوله حول زيادة ساعات التقنين الكهربائي لجعل الأمبيرات الحل الوحيد. فرضت الفرقة الرابعة التابعة للنظام إتاوات جديدة على أهالي ريف دمشق شملت المرة والمسافرين ونقل البضائع. وقال مراسل موقع نداء بوست إن حواجز الفرقة الرابعة المتمركزة على أطراف بلدة كناكر وفي قرية النفور منعت مرور الأهالي قبل دفع مبالغ مالية لها، كما شرعت تلك الحواجز بفرض إتاوات على سيارات شحن المواد الغذائية والخضار وغيرها من السلع. هذا وحددت الفرقة ضريبة مرور الشاحنة المتوسطة ب 400,000 ليرة والشاحنة الكبيرة ب 700,000 ورسوم عبور سيارة المواد الغذائية ب 100 دولار أمريكية. فيما يخص المسافرين والطلاب والموظفين فقد تم فرض دفع مبلغ قدره 50,000 ليرة أسبوعيا مقابل عدم التعرض لهم. ارتفعت أسعار ورق العنب في مناطق سيطرة النظام إلى حدود عجزت فيه العائلات عن تجهيز المونة لهذا العام. وبحسب ما نقله موقع أثر بريس الموالي فإن سعر الكيلو الواحد من ورق العنب من النوع الفرنسي تراوح بين 13,000 و15,000 ليرة سورية في أسواق دمشق وريفها، أما البلدي تراوح بين 10 و12,000 ليرة. هذا وأشارت إحدى المتسوقات إلى أنها تخلت عن المونة هذا العام لعدة أسباب أهمها ارتفاع الأسعار بشكل كبير إضافة إلى غياب التيار الكهربائي لوقت طويل. تراجعت عمليات البناء والإكساء في مناطق شمال شرقي سوريا على خفية إغلاق معبر سيمالكا مع كردستان العراق، وأشارت تقارير محلية إلى فقدان مادة الإسمنت وارتفاع أسعار المتوفر منها إلى الضعف، حيث وصل سعر كيلو الإسمنت إلى 140,000 ليرة سورية، الأمر الذي دفع عشرات الورش الصغيرة التي تعمل بتصنيع البلوك لإغلاق أبوابها بعد عجزها عن تأمين المواد الأساسية. فرضت بلدية بنت جبيل في محافظة النبطية اللبنانية حظر تجول على اللاجئين السوريين يوميا ومن الساعة 8 مساء حتى 5 صباحا. وتضمن إعلان نشرته البلدية دعوة السوريين المقيمين في قرية بنت جبيل للحضور إلى المبنى الخاص بها لتسجيل أسمائهم مع أفراد عائلاتهم من يوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، مع ضرورة إحضار الأوراق الثبوتية المتعلقة بجميع أفراد العائلة وعقود الإيجار في حال وجودها مع الإقامات المسجلة لدى الأمن العام ودفتر قيادة الدراجة النارية أو السيارة إن وجد. ووفق البلدية فإن كل من يتخلف عن الحضور يعتبر مقيما غير شرعي وغير قانوني وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه. ختام نشرة أحوال حلقة اليوم، أما الآن إلى ملفات الليلة ونبدأها بقضية التعذيب حتى الموت لمتهم تحت المحاكمة.